إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، فإن التشديد ممقوت والتساهل ممقوت، وإن المسلك بين التشديد والتساهل مطلوب، فكل تشديد بغيض وكل تساهل بغيض، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما. وقد ذكر العلماء بناء على قراءتنا ابن الصلاح في مقدمته الحديثية الشهيرة أن هناك من تشددوا جدا في الرواية، صحيح؟ وهناك من تساهلوا جدا في الرواية، وهو يقول الحق أن نسلك طريقا بين التشدد وبين التساهل. وذكر لنا مثالين أو فرعين، الأول الرواية عن الضرير، فهل تقبل الرواية عن الضرير الذي لم يصح له سماع من شيخه، أقصد لم يصحح سماعه من شيخه، يجوز بماذا؟ شروط. حتى نقل ابن الصلاح عن الخطيب البغدادي أن الضرير والأمي سواء، واضح؟ ثم ذكر لنا نموذجا آخرا، ووقفنا على أول النموذج الثالث أو الفرع الثالث، يقول تفريعات الفرع الثالث، اقرأ معي وانتبه كلمة كلمة. يقول إذا وجد إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه، الله، هذه قضية خطيرة جدا، خلاف ما إيه؟ ما يحفظه. الآن يا مشايخ أنا أخذت هذا الدفتر فارغ، فارغ يعني ليس فيه أي شيء، ثم ذهبت عند الشيخ عمر عبد الرحمن، هذا شيخي في علوم الحديث، فجلست عنده وأمسكت الدوات والقرطاسة، فأخذ يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله، وأنا ماذا أفعل وراءه؟ أكتب 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 أكتب، إلى أن ملأت هذا الدفتر من أحاديث مولانا الشيخ عمر عبد الرحمن. ثم خلاص أنا سمعت ودونت، جيد؟ لا، لم أسمع وأدون فقط، بل سمعت ودونت وحفظت. ثم وضعت هذا الدفتر عندي في مكتبتي، ثم انطلقت من نيسابور إلى مكة إلى العراق إلى الكوفة إلى الشام، أبحث عن الأحاديث عن بقية الشيوخ، وكل شيخ كتبت منه دفترا كهذا. ومر على سماعي وكتابتي هذا من الشيخ عمر عبد الرحمن ما يقرب من 30 سنة، هذا كتبته في بداية عمري، ثم رحلت في الكرة الأرضية للعلماء، جيد؟ طيب أنا الآن هذا شيخي أروي عنه ولا لا أروي عنه؟ الشيخ عمر عبد الرحمن أروي عنه ولا لا أروي عنه، جيد؟ فجئت بعد 30 سنة، جاءني الطلاب يقولون حدثنا بأحاديث الشيخ عمر عبد الرحمن، قلت نعم حاضر، ففتشت في المكتبة فوجدت كتابي الذي كتبته منه، فأخذت أحدثه، ففتحت الكتاب إذ أني كتبته منذ كم، فوجدتني أحفظ عبارة هي موجودة في الكتاب لكن ليست بنفس الكلمات التي أحفظها، فاختلف الحفظ مع المكتوب. يجوز لك أن تتحمل عني بهذه الصورة ولا لا؟ الآن فهمته جدا، ليس قليل قليل، هذا أفضل، هذا أفضل من ولا نفهم شيئا. فهمتم؟ اقرأ الجملة من جديد، ماذا يقول سيدنا الشيخ؟ ها، يقول إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه، في كتابه شيء وما يحفظه، لأنه مر عليه كم عام؟ 30 40 أحيانا 50 سنة، واضح؟ طيب ماذا يحدث؟ نظر، من الذي نظر؟ الحافظ. فإن كان إنما حافظ ذلك من كتابه ها فليرجع إلى ما في كتابه، يعني يرجح ما في الكتاب ولا يرجح ما في ذهنه؟ إذا يرجح ما في الكتاب، إذا ما حافظ من هذا الكتاب الذي سمعه من الشيخ قبل 30 سنة، يرجح ما فين؟ إلى ما في كتابه. وإن كان حافظه من فم المحدث فيتهم الكتاب ولا يتهم حفظه، فإن كان حافظه من فم المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك. تفهمون يا شباب؟ طيب فإذا تشكك فليرجح ما في الكتاب،
واضح؟ طيب قال وحسن أن يذكر الأمرين في روايته، يقول أنا أحفظها كذا وهي في كتابي كذا، أفضل أن يذكر الكلمتين. واضح هذا الكلام؟ في كتابي الأحسن أن يذكر الأمرين في روايته، فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا. هكذا فعل شعبة وغيره، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، هذا جبل من جبال الحفظ، فعل هكذا، قال هي في حفظي كذا وفي كتابي كذا. وهكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ، فليقل حفظي كذا وكذا، وقال فيه فلان أو قال فيه غيري كذا وكذا، يعتبر الذي خالفه من الحفاظ الثقات كأنه كتاب، يقول أنا أحفظها هكذا، الشيخ عمر يحفظها هكذا. هذا وهذه الكلمة التي ذكرتها لكم عدة مرات ونحن نقرأ علوم الحديث يا شباب، كن أمينا صادقا، فهذا العلم بني على الأمانة والإيه والصدق. يقول كما أحفظها، أنا أحفظها هكذا. يا جدع أنت لو قرأت صحيح مسلم تجده في مسلم يقول زاد حرفا ونقص حرفا، زاد كلمة ونقص كلمة، لا إله إلا الله، إلى هذا الحد. أيوة، لأن هذه ألفاظ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيكون فيها شديدة شديدة الصدق والتحري والأمانة. فهمتم؟ كذا فعل من؟ شعبة وغيره. وهكذا إذا خالفه فيها فيما يحفظه بعض الحفاظ فليقل حفظي كذا وكذا، وقال فيها فلان أو قال فيه غيري كذا وكذا، أو شبه هذا من الكلام، كذلك فعل سفيان الثوري وغيره والله أعلم. هل فهمتم هذا الفرع مشاهد؟ هذا تشديد أم تساهل؟ أحسنت، لا تشديد ولا تساهل، هذا توسط، ها؟ وفيه شدة أمانة، أقول حفظتها هكذا وهي في كتابي هكذا. واضح يا مولانا؟ طيب الفرع الرابع، إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذلك، كيف يعني؟ يعني تذكرون المثال الذي كان بينه وبين الشيخ عمر عبد الرحمن، بعد 30 عاما رجعت إلى الكتاب الذي كتبته من الشيخ فوجدت فيه أحاديث أنا نسيتها لكنها موجودة مكتوبة، ماذا يحدث؟ أنا والله لا أتذكر متى حدثني بهذا الحال لكنه مكتوب، ماذا يفعل؟ فعن أبي حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز، لأنه مكتوب ولا يحفظه، ربما كتبه غيره. هذا تشديد صح؟ نريد نرى. قال لأنه لا يجوز له روايته، لكن مذهب الشافعي رحمه الله وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد أنه يجوز له روايته، لأنه مكتوب في سماعاته في كتابه، تفهمون؟ إذن هذا فيه كم رأي؟ رأي يمنع ورأي يجيز، أصحاب الشافعي يجيزون. قلت الآن سيدخل ابن الصلاح بين الفريقين ويذكر رأيه. قال قلت هذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه، فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع، فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا، كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يوثق به والكتاب مصون، بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير إليه على نحو ما سبق ذكره في ذلك، وهذا إذا لم يتشكك فيه وسكنت نفسه إلى صحته، فإن تشكك فيه لم يجوز الاعتماد عليه. هذا رأي في غاية الحلاوة والجمال، أنت تقول مسموعاتك في هذا الكتاب، نعم مسموعاتي في هذا الكتاب، طيب أنت وجدت في مسموعاتك المكتوبة شيئا نسيته، أنت لم تحفظه، إذا تأكدت أن هذا الكتاب مصون لم يتطرق إليه تعديل ولا تحريف فيجوز أن ترويه، تفهمون؟ هذا رأي بين المجيز وبين
ولكنه ينتظم في المقصد الأكبر في الرواية وهو الأمانة صيانة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل فهمتم هذا الرأي؟ ها؟ فمن وجد في كتابه مسموعا سمعه منذ 40 عاما ونسيه لكنه وجد مكتوبا يرويه ولا لا يرويه؟ يرويه بشروط، وهي أن يتأكد أن هذا الكتاب مصون لم يتطرق إليه التبديل ولا التغيير ولا التحريف. هذا واضح؟ طيب الفرع الذي بعده، كم الفرع الذي بعده؟ الخامس. افهم مسألة مسألة، وكل هذه مسائل تبني في عقلية طالب الحديث الأمانة 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 والصدق والصدق والصدق، صحيح؟ يلا قل لي، إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، هذه أيضا قضية كبيرة جدا في الرواية، اسمها رواية الحديث بالمعنى، هل يجوز أن تروي الحديث بالمعنى أم لا؟ تعالوا لنرى. تاني، إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك. من منكم يحفظ حديث أم زرع؟ تعرفونه؟ لكن تحفظون منه شيئا؟ قالت الأولى: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق، وأنا معه على حد السنام المزلق. قالت الثانية: زوجي عيايا غيايا طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. هل يجوز أن أروي هذا بالمعنى؟ ما رأيكم؟ هل, هل, هل أستطيع أن أرويه بالمعنى؟ إذا كنت بصيرا بكل كلمة ما معنى شجك؟ وما الكلمة التي تقوم مقامها؟ وإذا وضعت أنا كلمة مقامها، هل تتفاوت في المعنى بمقدار كم؟ أعرف الكلمة التي تقوم مقامها، والتفاوت في المعنى يكون بكم درجة، وهل تؤدي نفس المعنى ولا لا تؤدي؟ شجك، ما معنى شجك يا جماعة؟ ما معنى شجك؟ يعني إيه كده؟ تكلم أنت أبلم، شجك يعني إيه؟ أيوة. طب ينفع أقول قالت الثانية زوجي فتح راسك؟ تنفع دي؟ شوف، هل يجوز الرواية بالمعنى؟ إذا كان الراوي بصيرا حازقا عالما فاهما مفردات اللغة العربية، بحيث لا يروي بمعنى لا يؤدي مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد وأن يأتي بالمعاني التي تؤدي مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرواية بالمعنى صعبة ولا سهلة؟ جدا، إلا على الحذاق العلماء الأكابر، تفهمون؟ طيب، المس مس أرنب والريح ريح زرنب، زرنب يعني زرنب يعني سبحان محمد، سمعنا سكت دلوقتي، حاجة غريبة والله. إذا اقرأ معي، إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا الله 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 بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه ارويه كما حفظته، لا ترويه حتى لا تضيع مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. فمقصود النبي شرع يا مشايخ، أليس شرعا؟ وعليه ألا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. طيب، فإن كان عالما حازقا عارفا الألفاظ والكلام ده كله، قال: فأما إذا كان عالما عارفا بذلك، فهذا مما اختلف فيه السلف، حتى لا يجيزونه قولا واحدا، بل اختلفوا فيه، لكنهم اتفقوا إذا لم يكن عالما بمفردات اللغة اتفقوا على عدم جواز الرواية. طب إذا كان عارفا عالما حازقا إلى آخره، ماذا اختلف السلف فيه؟ ما اختلف فيه السلف وأصحابه وأرباب الفقه والأصول، فجوزه أكثره على أن يقول هذا بالمعنى،
فيما معنى ما قاله صلى الله عليه وسلم. فجوزه من؟ أكثرهم. ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم. ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره. يعني يجوز أن تروي كلام الصحابة بالمعنى، لكن لا تروي كلام الحبيب المصطفى بالإيه؟ لا، حتى لا تضيع مقصود النبي. فمقصود النبي تشريع يا شباب، مقصود النبي إيش؟ دين. دين لا يجوز، واضح؟ لكن ابن الصلاح له رأي آخر، قال والأصح جواز ذلك في الجميع. في الجميع يعني إيه؟ يعني في كلام النبي وفي غير كلام النبي، بالشرط الأول وهو معرفة مفردات الكلام، كيف يرفع كلمة يضع مكانها أخرى، واضح؟ والجواز والأصح جواز ذلك في بالشرط. أهو ما هو الشرط؟ إذا كان عالما بما وصفناه، قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة. ذلك يعني جواز رواية بالمعنى، جواز الرواية بالمعنى تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين. وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. يعني الآن قال النبي كلمة أو حدث موقف عند النبي صلى الله عليه وسلم فرواه عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، كم واحد؟ 5. ثم عبر عمر بألفاظه ابن عمر، وعبر ابن عباس بألفاظه، وعبرت عائشة بألفاظه، وعبر. فهل ستخرج كل الألفاظ متطابقة؟ لا، بدليل أنك تجد مثلا حديث جبريل، تعرفون حديث جبريل؟ هذا رواه 6 من الصحابة، في كل رواية تجد ألفاظ متفاوتة، تجد ألفاظ، لأنهم يحكون الموقف، يحكون، فكل يحكي الموقف على حسب ما تسعفه ألفاظه، بشرط أنه يعرف أن هذه الحكاية تؤدي المعنى بالضبط. وهل هناك أبلغ في العربية من أصحاب رسول الله؟ يعني واضح؟ ها وصلنا فين؟ اقرأ. ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف. الله 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 الله. يعني أنا الآن سأروي من البخاري، سأقول من البخاري وأرويه بالمعنى؟ لا، أرجع إلى النص المدون في البخاري، ما دام نص عليه خلاص، ما دام دون لا يجوز. الله الله. قال ها ويثبت ويثبت بدله فيه، لا لا لا، لا يجوز أن يرفع لفظا من المدون ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعنى، فإن الرواية بالمعنى ها رخص فيها، رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الجرح والنصب التعب يعني، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب. فإنك إن احتجت لفظة بعينها ترجع للكتاب المطبوع، تجدها ولا لا تجدها؟ خلاص، لما ترويها بالمعنى؟ ارويها بالنص، ارويها بالإيه؟ وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الكتب الأوراق والكتب، ولأنه ها إن ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره. غيرت اللفظ إلى الله، فهل تستطيع أن تغير هذا اللفظ المكتوب؟ لا، يكون عبث بالكتب. هذا الفرع رقم كم؟ اكتب عليه الرواية بالمعنى. وهذا تفصيل الرواية بالمعنى، تفصيل. فهمناها يا مشايخ؟ فهمنا الرواية بالمعنى كيف تأتي؟ إن لم يكن عالما باللغة العربية ومفردات الكلام، ها هل يجوز أن يروي بالمعنى؟ طب إذا كان عالما بمفردات الكلام والكلمة التي تؤدي معناها كذا كذا كذا، اختلف فيه السلف، فبعضهم جوز هذا في كلام غير النبي ومنعه في كلام النبي، والأصح أنه يجوز في هذا. وإيه؟ طيب الفرع السادس، يلا. ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى كالحالة التي سبقت، ينبغي، يا أولاد أسمعوني أنتم تعبتم ولا إيه؟ ها ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن بأن يقول أو كما قال. يعني أنا جماعة رويته بالمعنى ليس بالنص،
جميل، أو يقول إيش بعد أن يروي الحديث بالمعنى، أو كما قال، أو نحو هذا، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ. روى ذلك، روي ذلك من، روى ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس رضي الله عنه. قال الخطيب رحمه الله تعالى: والصحابة أرباب اللسان، يعني اللسان العربي. من مثل الصحابة في البلاغة والبيان؟ رضي الله عنه. والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعنى الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر. أين يكمن الخطر في الرواية بالمعنى؟ تغيير مراد النبي عليه الصلاة والسلام. فتغيير مراد النبي إيش؟ خطر، لأنه تغيير للشرع، تغيير للدين. فكانوا يقولون الرواية ثم يختمون كلامهم بقولهم إيه؟ أو كما قال، أو قال كلاما نحو هذا، حتى أنا أعذر إلى الله، لا أكون غيرت معنى يريده النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح رحمه الله: قلت ها، وإذا اشتبه على القارئ فيما يقرأه لفظة فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال أو كما قال فهذا حسن. الله الله الله، هذا إيش؟ لأنه لا يدري ضبطها هكذا أم مضبوطة بشكل آخر. إذن أقول يعني أو كلمة قريب منها أو كما قال، وهو الصواب في مثله، لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان، ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بيناه قريبا. والله أعلم. بين الإفراط والتفريط، بين التشديد والتسهيل، ذكر ابن الصلاح طرق الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفة هذه الرواية بين التشديد والتسهيل، وفرع عنها عدة أفرع، وصلنا عند الفرع رقم كم، وهو الذي نقرأه في المرة القادمة بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.